أهلا متتبعي ديالي، أنا كنتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة. اليوم غادي نقدم لكم كيفاش يمكن لنا نستغلو قشور تاع الدلاح أو البطيخ كما يسمى باللغة العربية، لأن أغلب ديالنا كيرميو غير القشور ديال الدلاح أو البطيخ. وأنا اليوم في هذا العدد غادي نوريكم كيفاش نستغلو هاد القشور وما نرميوهمش ونعملو بيهم شي حاجة مفيدة. من اليوم ترميش قشور ديال الدلاح، انا غنوريكم دابا الوصفه. غادي ناخذ قشور ديال الدلاح، غادي نحيدو ليهم داك الجزء الاخضر، وغادي نحيدو ليهم ايضا الدلاح، وغادي نقطعوهم مربعات صغيره كما كتشاهدوا. انا هنايا خديت حوالي واحد جبانيه صغيره، وانتوما تقدر تاخذوا كيلو ولا جوج على حسب نتوما شحال بغيتو. وبيته في الثلاجه في التحت، بيته تقريبا شي 24 ساعه ولا 48 بحال هكاك. وبالنسبه دابا خديت جوج كيسان علبه ديال الماء. دابا غادي ناخذ كاسرون، غادي نوضع الماء، جوج كيسان تاع الماء، وغنضع الدلاح تاعي، وغادي نوضعهم على النار باش يتغلاو ليا. هذه هي الخطوه الاولى، وغادي نخليه ان شاء الله حتى يقرب ان شاء الله يشرب الماء. غادي نخليه تقريبا ما بين 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه حتى يتشرب ليا هذا الخليط ديال الدلاح الماء، ولا يبقى غير شويه ما تخافوش يولي بحال هذا الشكل. حنا غادي نصفيوه، غادي ناخذ واحد المصفات وغنصفيو الماء باش يولي شكله بحال هكا كما كتشاهدوا. من بعد ما صفيناه الماء كيولي الشكل ديالو بحال هكا. ودابا غادي ننتقل معاكم للخطوه الاخرى. غادي ناخذ واحد كاس عنبه ديال الدلاح، عفوا كاس عنبه تاع الماء اللي كنستعملوا في اتاي او اي حاجه. وغادي ناخذوا هذا ديالنا الدلاح، غادي نعبروه. غادي تسولوني علاش، غادي نوريكم ان شاء الله. دابا هنايا خرجت لينا كاس، نشوف شحال عندي انايا ونوريكم الطريقه باش غنحسب. هنايا خرجت ليا كاس، وغادي نكبو ان شاء الله في الكاسرول، وغنعبر عاوتاني الجزء الثاني نشوف شحال غادي يخرج ليا. جزء ثاني شحال غادي يخرج ليا ان شاء الله. غادي نعبر، وهنايا تقريبا انا راه خرجت ليا بلا ما انا غادي نقول لكم. دابا من بعد ما عبرت خرجت ليا تقريبا ديك كاس ونص، راه غادي نوريكم ان شاء الله. انا غنوريكم اللي نحسب، غادي نوريكم كامله. ها هي شتو، راه كاس ونص خرجت ليا. ودابا غادي نوريكم كيفاش غادي تحسبوا. غادي ناخذوا نص كاس تاع السنيده مثلا. نتوما مثلا عندكم كيلو ديال، مثلا خرجت لكم كيلو، غادي تاخذوا نص الكميه تاع السنيده، وغتاخذوا نص الكميه الاخرى تاع الماء. المهم انا غنستعمل هنا نص كاس تاع السنيده. هيا انا غنوضع نص كاس، شتو كما كتشاهدوا انا وضعت غير نص كاس، وغنضيف ايضا نص كاس تاع الماء بارد، وغادي نوضعوه ان شاء الله على النار باش ان شاء الله نعسلو. وبالنسبه انا غادي نصبر لكم ان شاء الله مرحله ديال التعسال كيفاش كتكون. وغادي نبقى نوضع الخليط ديالي في نار متوسطه، وغادي نبقى نخلطو بملعقه حتى يتشرب ليا الماء كله ويتعسل ليا الدلاح تاعي. انا راه كنوضح لكم الطريقه. المهم غادي نبقى نحرك فيه نحرك فيه، غادي نوريكم الشكل ديالو كيفاش غادي يجي. شتو اللون ديالو راه كيتبدل، كيولي بحال الليموني. غادي يبقى اللون ديالو بحال هكا بحال هكا، وحنا كنحركو فيه كيبقى بحال هذا الشكل كما كتشاهدوا. ودابا راه كيتشرب ليا الماء، كيتشرب ليا الخليط الماء مزيان باش ان شاء الله. شتو ها هو ملي ولا ليا الخليط كيتعسل، شتوه. غادي نخليه ان شاء الله حتى يشرب هاد الماء كله، حتى يشربو ان شاء الله يبقى فيه شويه، عاد ديك الساعه نطفي عليه. وبالنسبه حتى راه غادي تخرج لكم واحد الرائحه، ولكن ما تخافوش منها، لانها ما شاء الله في الاخر غتطلع لكم واحد النتيجه روعه، وغادي نوريكم ان شاء الله في الاخر كيفاش كيطلع. المهم دابا انا دابا كيتشرب ليا الماء وكيتبخر، وباقي كنحرك باش تحركش ليا الخليط. كنحرك بواسطه المعلقه وعلى نار متوسطه. غادي نبقى نخلي هكا الخليط ديالي هكا يتعسل مع
السكر سنيده والماء اللي ضفنا ليه حتى يتشرب لينا كل شيء، يتشرب لينا. وغادي نوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالو. وهنايا باقي كنحرك فيه على اساس ما يتحركش ليا ان شاء الله في الكاسرول. غادي نحرك، راه ما بقى ليه والو، دابا نحيدو صافي، لان اغلبيه دابا الماء قرب يشرب. ها هما شتو، راه الخليط ديالي دابا شرب الماء، شتو كيما كتشاهدوا راه شرب الماء، ولكن باقي كنحرك فيه. هادو خطوه مهمه انكم ما تغفلوش على الخليط. شتو الخليط ديالي كيطلع من بعد ما تعسل كيجي بحال هذا الشكل. ها نتوما شتوه، ها هو خاصو يطلع لكم بحال هكا ليموني، وكيجي معسل ما شاء الله. وبغيتكم انكم تجربوه حتى يطلع لكم. انا غادي نوريكم ان شاء الله شويه معلقه، انا غنوريكم واحد شويه تشوفوه باش تشوفوا الشكل ديالو. ها هو شتوه كيطلع بحال هكا. ودابا ان شاء الله غنطفي على النار، وغادي نوضعوه ان شاء الله ونقسمو على جوج. غنوضعو في جوج جبانيات، غنوضعو في واحد، وغنوضع نفس الكمية. ها هما. ودابا غننتقلو ان شاء الله للخطوة الثانية. غادي ناخدو هادوك اللي كنا صوبنا، اللي هذا اللي قسمناهم على جوج. غادي ناخدو ان شاء الله واحد مكونات وحدين اخرين غناخدو هنايا. هذا غناخدو هاد نكهة البرتقال، راه كيجي اللون كتبع غير 5 دراهم في اي عند اي مول اللي كيبيع حلويات. وغناخدو ايضا نكهة البيستاش، وغادي ناخدو واحد من هاد الخليط. وغادي نوضع اول حاجة نكهة البرتقال على بركة الله. غادي ناخد دابا معلقة ديالي كيف ما كتشاهدوا، انا حليت نكهة البرتقال سبحان العظيم اللي حليتها، صدرت لي واحد الرائحة بحال البرتقال. دابا غادي ناخد بواسطة رأس الملعقة، راه غادي نوريكم الكمية اللي خديت. غادي ناخد غير رأس الكمية ديال الملعقة. غادي ناخد هذا برتقالة، وهذا غناخد من نكهة البرتقال. وهنا يبان لي شوية قليل، غنضيف عاوتاني شوية حتى يبان لي عيني ميزاني، ونخلط مزيان بواسطة الملعقة. نبقى نخلط حتى يتخلط لينا مزيان. ها هو باش كيما كتشاهدوا انا باقي كنخلط فيه بواسطة المعلقة حتى عطاني هذا اللون. ها هو انا هذا اللون اللي بغيت انا. والا بغيتو شي لون اخر يمكن لكم انكم تقللوا الكمية او تكثروا. ودابا غنتقل للخليط الاخر من بعد ما وريتكم ديال نكهه البرتقال. هذا هو كيجي الشكل ديالو، شتو كيفاش كيجي الشكل ديالو، هو هذا كيجي بحال هكا. ودابا غادي ننتقلوا ان شاء الله للخليط الثاني، غادي نوضع عليه نكهه البيستاش. وانتم يمكن لكم توضعوا اي نكهه اللي تحبوا او تبغيو. دابا غادي ناخذ ايضا نكهه البيستاش، وغادي نوضع عليه حتى هو الملعقه، ولكن غير شويه. انا خديت هنا غير سميتو، خديت غير شويه. وغادي نخلط مزيان، وهنا يبان لي ما كافيش الخليط، غنوضع شويه اخر، مازال شويه غادي نوضع واحد اخر باش نخلطو مزيان باش يعطيني اللون اللي بغيت. حيت انا هنايا واخا هاد اللون ما مقنعنيش مزيان. دابا هاد الشيء غنضيف عاوتاني شويه، غنوضع شويه عاوتاني ونخلط، ونبقى نخلط حتى تخرج لي النتيجه اللي بغيت. وكيف ما كتشاهدوا ها هي النتيجه. وانتم الا بان لكم زعما ما بغيتوش هاد النتيجه تبان لكم بحال هكا، يمكن لكم تستعملوا كميه كثيره. انا هنا خديت نكهه البيستاش، ودابا ان شاء الله ملي يكونوا كملنا هذا الثاني غادي ندخلوا ان شاء الله، غادي نصاوب معكم المرحله الثالثه. وانا وريتكم دابا شويه بالملعقه كيفاش كيجي الشكل ديالها. وملي دابا كملنا هذا هو الشكل ديال النكهه ديالنا، غادي ناخذ دابا نكهه البرتقال، وغادي ندير عليها خطوه التاليه. الخطوه الاخيره غادي ناخذ ان شاء الله واحد قرعه، وغادي نوضع عليه النشا، وغندخل كاع القشره عفوا قشره البطيخ
كلها اللي كنا عسلناها غادي نوضعها فيه كلها وغادي نخلطها. المهم تابعوها معنا، انا باقي كناخد فيها، كناخد حتى ناخد النكهة كاملة، ناخدها كاملة. ومن بعد ملي انا دابا كنخلط او نقول لكم راه الرائحه ديال زوينه وكتشبه سبحان الله العظيم بحال اللي في الزنقه تقريبا. المهم انا دابا غنوريكم، دابا غادي نوضعوها في واحد كاس زجاجي ويكون محكم الاغلاق. غادي نتسنى هنايا حتى نكمل كاع الكيمياء اللي عندي كلها، غادي ان شاء الله ديك الساعه ننتقل للخطوه الاخرى. دابا انا راه غادي ندير لكم ان شاء الله، انا راه كندير لكم كل شيء. ها هي كما كتشاهدوا ها هما شتو، ما باقي كنخلط، باقي زعما كن هذا كنشوف الكميات اللي دايرين ليا، باقي كندير الكميه وباقي كنخلط باش ان شاء الله نوريكم غنخلط الخليط مع النشا. دابا ان شاء الله غادي نبقى بحال هذا الحال، ان شاء الله حتى نضيف كاع القطع كلها غادي نضيفها ان شاء الله لديك القرعه. المهم باش ان شاء الله نخلطها مع النشا، وهنايا ضفت ملعقه ومازال غنضيف شويه. المهم انا بلا ما نطول معاكم صافي، هذا غنسد القرعه ديالي باغلاق وغادي نخلطها، غادي نبقى نخلط فيها بحال هكا بحال هذا الشكل بحال هكا حتى يتخلط لي الخليط كله. ها هما كما درت انا، ومن بعد ها هو شتو الشكل ديالها. دابا غادي ناخد ان شاء الله من بعد ما خلطناها، باقي كنخلط فيها، غادي ناخد ان شاء الله دابا غادي نكبها في واحد الاناء باش نوريكم الشكل ديالها. شتو الشكل ديالها كيفاش كيجي، كيجي فحال هكا وزوين. ودابا غناخدو الخطوه الاخيره، غادي نحركو مزيان النشا مع هاد هاد ديال هاد القشور ديال الدلاح، وغادي نصفيه ان شاء الله. غادي ناخد واحد المصفات وغادي نصفيها مزيان، نصفيها مزيان تحيد ليا الماء، اي حاجه ديال الماء غادي تحيد ليا منه. وها هما شفتوا الشكل ديالهم كيف كيجي، وغادي نوضعهم واحد الاناء وغادي نحطهم في الثلاجه، وانا نوريكم في الاخر الشكل ديالهم كيجي بحال هكا، ويمكن لكم تستعملوهم في الكيك وفي الحلويات. وبهذا نكون كملت معكم الحلقه ديال اليوم، وكنتمنى انكم من اليوم ما تبقاوش ترميو قشور ديال الدلاح، لان تقدر ديروا بها العديد من الافكار. وان شاء الله دابا قدمت لكم غير واحد الفكره تقدروا انكم تستغلوا بها قشور الدلاح، وان شاء الله نقدم لكم افكار اخرى. والى اللقاء، الى حلقة.